من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. ومن أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه غفر له وإن لم يستغفر. ومن لبس ثوبه وما وصل إلى ركبتيه وعلم أن الذي رزقه بهذا الثوب إنما هو رب العباد غفر له وإن لم يستغفر. سبحان الله, الله يا ابن الله. آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. إن الله يرحم رحمة يوم القيامة يتطلع إبليس نفسه إلى رحمة الله عز وجل. الله أكبر. هو ليه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يعني بجهالة كل واحد بيذنب عنده جهالة. ليه؟ جهالة مقام الله. هو لو أدرك مقام الله ما أذنب. لكن هذه جهالة والله يغفرها له. Likey.